السلام عليكم مشاهدي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هذا الفيديو اللي هو متميز تبارك الله ما شاء الله، غادي تلاحظوا معايا سر النجاح ديال السردين المقلي ولا الحوت مقلي على برا. بعض الاحيان كنكونوا ماشيين في الشارع وكنشموا الرائحه ديال القلي ديال السردين وكتجيك هائله ما شاء الله، واخا كنديروا في الدار ما كتصدقش لينا بحال هذاك. اليوم غادي نعرفوا السر ديال السردين تبارك الله ما شاء الله اللي هو بنين. وكيف ما تلاحظوا معايا كنجيب السردين ديالي عادي شحال ما حبيتي، من الاحسن يكون متوسط، وكندير الشرموله اللي غادي نعطيكم بلاتي شويه ان شاء الله. كما كتلاحظوا درتو غير في الدقيق، هو هذا السردين ديالي ودرتو غير في الدقيق، وكنشرم وكنغبرو بالطحين. الدقيق اي دقيق عندك يعني فورس ولا احرش ماشي مشكل. وكناخذو مباشره للزيت كما كتلاحظوا معايا، من الاحسن يكون الاناء غرق شويه وما يكونش المقله غير لاصقه كيف ما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل. هذا ما شاء الله واحد الرائحه عفوا اللي هي كتشهي ما شاء الله. وكيف ما كتلاحظوا معايا انا كنوريكم الصوره هي الاولى، ومن بعد ان شاء الله انا نهضروا على السر ولا على الشرموله اللي ولا الطريقه. كما كتلاحظوا معايا حيت انا قليت وعاود في الزيت، كما كتلاحظوا هو رجع احمر بالقلي وهكا ما كياخذش الزيت، ما كيهش الزيت بزاف. وتبارك الله ما شاء الله تقدموا للضيوف ولا تاخذوا معاك انتي خدامه ولا خدام وهكا كنتي براسك ولا مع العائله، ما شاء الله كيجي هائل وبنين. حطوا مع يعني كسلطة مع طبق رئيسي ولا هكا تحطوا كما كتلاحظوا. انا كنوريكم ما شاء الله كيف ما عندي كما كنجبدوا من الزيت، كنشارك معكم كما هو. وهكا خوتي خواتاتي غادي ندوزو نتعرفوا على السير ولا الشرموله اللي غادي نديروا لهذا. وهكا عادي تشوفوا السر الهائل ان شاء الله هو الشرموله. بسيطه كتجيب السردين ديالك، من الاحسن يكون رقيق ما يكونش هذاك السردين الغليظ، وكتنقيه كالعاده كتحيد ليه السناسل وتغسلو مزيان، وكدير ليه الشرموله شويه ديال التحميره شويه ديال الكمون شويه ديال الخل ولا الحامض اللي عندك، ولكن من الاحسن خل. وكدير ليه هما ربعه د الحوايج، الكمون والثومه والتحميره والخل، هادو ربع الحوايج كتخلطيهم كتدمجيهم يعني، وكتبقى تغمس فيهم السردينه وكتلصقها لبعضها لان ما فيها لا سنسول لا حتى شي حاجه لا عظم لا والو. وهكا كتمريه في الطحين وكديرو في الزيت مباشره. ضروري تكون اناء على هذا الشكل، هذا شي اناء يكون ديال الالومنيوم بحال هذا الشكل، هذا ما يكونش هذيك المقله الغير لاصقه. وهكا كتغيبو شويه حيت كتكون الاناء كيكون صغير كيهز لك شويه الزيت وكيجي على راس البوطانيشن، ما كيجيش كبير بزاف باش العافيه تعطيه يعني ما ياخذش حقه في الطياب. كيف ما كتلاحظوا غير كدير السرديله كطيب من جوج جهات، غير كتقلبيها غير كتحيريها وصافي يعني كتكون طايبه. من بعد وكنستمروا في الطبخ ديال السردين ديالنا. كما كتلاحظوا الزيت يمكن لك تكون قليتي فيها بطاطا عندك يعني مجموعه من البطاطا، ولا المهم ما تكون شي حاجه فيها الذوق ديال شي حاجه اخرى. وهكا كتغيب شويه والعافيه تكون مهيله كما كتلاحظوا. وهذه هي الوصفه ولا الطبق ديالنا ديال اليوم ما شاء الله ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوه وني في التعليقات. وهكا خوتي خوتي سعيد نكون شاركت معكم الوصفه ديال اليوم. وتبارك الله ما شاء الله انا درت سبق لي درت معكم لي فيديو ديال السردين كيفاش تنقيه، كيفاش يعني الطريقه اللي كتخليك تكون مرتاحه، طريقه سهله.
هكا كما كتلاحظوا معايا، حبيتي تحمري حمري، حبيتي تخليه شويه، ولكن من الاحسن تخليه شويه، ما مقرملش بزاف، لان الا فات لك شويه فيه طيب كيجي مقرمل، ومن الاحسن هكا كيجي هذا هو الطيب ديالو. ما شاء الله ديرو في السندويش، ولا ديرو كما سبق لي قلت لكم على برا، ولا تكوني في الدار، ما شاء الله ما شاء الله، في طريبي ولا تغنداي به. وكنشكركم بزاف بزاف على دعمكم ليا وعلى المشاهده، وعلى ونتمنى تخليوا لي في التعليقات رايكم، واي حاجه لاحظتوها يعني خليوا لي في التعليقات، وما تنساوش الاشتراك في القناه ولايك للفيديو باش تعمل فائده ان شاء الله، يوصل اكثر عدد من المتابعين او من الاخوه والاخوات. كما كتلاحظوا كوني براسك زفري ولا زفريه ولا مع العائله، تبارك الله، هي وصفه ناجحه وسهله وبسيطه، وفيها في اي وقت يمكن لك ديرها، يعني تا تبغي تغدي وتدخلي الحوت في يديك وديريه تاكلو وتخرج، يعني ما درت فيها انا لا قزبور ولا يعني ما فيش كثير داكشي اللي يخليك تستغرق الوقت. وبالصحة بالصحة والراحة كما كتلاحظوا، بلا ما تبرزطوا راسكم، وهكا ما شاء الله غادي نكونوا درنا الغدا ديالنا. وتابعوا معايا ان شاء الله لي فيديو كما كتلاحظوا خوتي خواتاتي، فهو رائع ما شاء الله. ما غاديش نشكروا لكم، نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه، وخلوا لي في التعليقات هو السر اللي كما كتلاحظوا ما شاء الله، غير ما تخليوهش يتحمر بزاف. هاد السرديل هذا ما شاء الله، هذا الصغير كيجي رائع هائل بنين، ريحته ما شهيتكم اللي كتسمح تسمح ليا. وهكا خوتي خواتاتي كما كتلاحظوا، انا كنشارك معكم وصفه فريمون يعني شي حاجه اللي هي ماشي ديال الزواق ولا ديال باش تاكلها وتبقى البنه عندك، تعرفي راسك راك كليتي نيت حاجه زوينه وبسيطه، يعني ما فيهاش القوام بزاف. وهكا غادي نتابعوا كما انا، غير كنوريكم الشكل وصافي كما كتشوفوا معايا، غير كنوريكم الشكل والطريقه ديال الطبخ وملي طاب كيفاش جا. اما من قبل خلاص راه تبارك الله ما شاء الله كلشي كيعرف يسوي السرديل، والطريقه شاركتها معكم من قبل ما شاء الله عليكم، كنعرف تبارك الله ما شاء الله كلشي كيعرف يدير بالنسبه للرجال ما شاء الله، غير كنوريكم الطريقه واللي كنشارك معكم الشكل ديال الطبخ ملي كيتعوميه في الزيت وكتخليه شويه ما يعني ما مقرملش بزاف، هكا كيجي ما شاء الله فتي وريحته هائله وما فيهش حتى الوليدات. فاش كيكونوا الدراري صغار ما كيبغيوش ياكلوا هذاك القزبور وداك كثره القوام، بهذا الشكل هذا كلشي غادي يحبوه وكلشي غادي ان شاء الله يكون عنده اقبال، وحتى شي واحد ما غادي يرفض لكم هذا السرديل بهذا الشكل هذا. كما سبق لي قلت لكم هو السر اللي القليل القليل اللي غادي ربما يكون كيعرف الطريقه هذه. كلشي تبارك الله كيدي، ولا الاغلبيه كنديروا القوام، كنديروا القزبر، كنديروا الثومه كثيره، كنديروا البهارات يعني. وهكا خوتي خواتاتي شاركت معكم الوصفه ديال اليوم اللي هي ما شاء الله. نتمنى ما تنسونيش من التعليقات ومن لايك للفيديو، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والصحه والسلامه، لان الصحه هي الشيء اللي كيقلب عليها كل واحد، وله لا يحرم شي واحد من الصحه، واللي مريض الله يشافيه. مع السلامه، الى اللقاء لفيديو اخر.